تكرر أيضا السؤال حول الجمع في صيام هذه الأيام بين نية القضاء ونية النفل كذلك، خصوصا يوم عرفة، هل هذا جائز أم لا؟ هذا لا بأس به. فلو أن امرأة مثلا عليها أيام قضاء من رمضان، ولما أتى يوم عرفة نوت أن تصوم القضاء وجعلته في يوم عرفة، فلا بأس بذلك، ويرجى أن تنال أيضا أجر صيام يوم عرفة.